أبرز التطورات على الساحة العراقية. ينضم إلينا من بغداد مراسلنا معتز أيوب. صباح الخير معتز. صباح الخير إسماعيل. صباح الخير لكل المشاهدين الأكرام. أهلا بك معتز. معتز يعني كالعادة نبدأ من آخر التطورات والأحداث السياسية على الساحة العراقية. الانتخابات المحافظات لقد اقتربت. آخر التطورات فيما يخص التحالفات السياسية لخوض سباق الانتخابات. نعم بكل تأكيد الانتخابات العراقية انتخابات مجالس المحافظات واحدة من أهم الاستحقاقات الدستورية في الأيام القادمة التي تعمل عليها القوى السياسية على اعتبار هنالك أكثر من 20,000 أو 30,000 مرشح على مستوى أكثر من 5,000 قائمة موزعة بين المحافظات العراقية. هنالك يعني ائتلافات نزلت في الانتخابات في قوائم مفردة في وحدها في الجنوب العراقي على اعتبار هنالك لها شعبية، أما في وسط والشمال العراقي نزلت بقوائم مجتمعة على اعتبار هنالك تمثيل قليل لها. أبسط مثال هنالك تحالف يعني قوى كركوك، هنا هو هذا التحالف وللإطار التنسيقي المنظم فيه يعني دولة القانون وكذلك تحالف نبني الإطار التنسيقي وفصائل الحشد الشعبي وما إلى ذلك من هذه التفاصيل والتسميات دخلت في تحالف كركوكنا. أما في المحافظات الجنوبية نزلوا بكل قائمة يعني أو بكل أحد قائمة واحدة على اعتبار هنالك تمثيل جماهيري قوي لهم. أيضا لم تبدأ الحملات الانتخابية لحد هذه اللحظة على اعتبار المحدد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو شهر يعني شهر 11 من الشهر القادم. بدء الحملة الانتخابية والانطلاق بالحملة الانتخابية على مستوى العراق والتعرف وتعريف الناس على البرامج الانتخابية موجودة. هنالك حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لكن لم تنطلق فعليا. أيضا هنالك بعض القوائم تم اجتثاثها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعض الأشخاص يعني أيضا تم اجتثاثهم، وأبرز الأسماء التي تم اجتثاثهم من خوض الانتخابات المحلية هو محافظ الموصل نجم الجبوري على اعتبار مشمول بالمساءلة والعدالة وبعض القوى السياسية أيضا. يعني الانتخابات المحلية هي استحقاق واضح وصريح في الأيام القادمة تعمل عليه الحكومة العراقية وتريد أن تكون هنالك يعني استحقاق واضح والمحافظة على هذا الاستحقاق وحماية هذا الاستحقاق الانتخابي من خلال صناديق الاقتراع والعملية الديمقراطية، وتريد أن تكون هنالك تجهيزات واضحة وتجهيزات أمنية ومعدات لوجستية من أجل تأمين يوم انتخابي صريح إلى العراقيين أجمع من الشمال إلى الجنوب. طيب معتز لو انتقلنا إلى موضوع آخر وهو مخيم مخمور الذي يعني قامت الدولة التركية مرارا وتكرارا بالهجوم على المخيم، ما الجديد وما التطورات التي تحصل في هذا المخيم؟ نعم بكل تأكيد الاحتلال التركي يعيد في الأرض فسادا في يعني في شمال العراق في إقليم كردستان وكذلك في الموصل على اعتبار يقصف ويهجر ويقتل المدنيين بدون رادع وبحجج واهية وهي مقاتلي حزب العمال الكردستاني وما إلى ذلك، والجميع يعرف أين يتواجدون مقاتلي حزب العمال الكردستاني وهو يأتي بذريعة محاربتهم داخل أراضي مدنية مرتبطة بالمدنيين، يريد أن يقتل ويهجر المدنيين، يريد أن يغير ديموغرافية هذه المناطق خصوصا اقليم كردستان والموصل وكركوك، ولديه يد طائله في العمليه السياسيه وهنالك اجندات داخليه يعني تخدم العمليه التركيه داخل الاراضي العراقيه. هنالك الناس يعني خائنين للبلد يعني للعراق. بالتالي مخيم مخمور واحد من اهم هذه المناطق التي تريد تركيا أن تسيطر عليه، تركيا أن تمحيه من الخارطة العراقية من خلال القصف المتكرر، من خلال بعض المشاكل التي تفتعلها داخل هذا المخيم.
هنالك راينا اخر قصف قبل يومين او ثلاثه، كان هنالك قصف للمخيم من قبل طائرات النظام التركي، وهنالك داخل المخيم ابرياء وداخل المخيم ناس عزل، وهذا المخيم محمي من قبل الامم المتحده لكن دون رادع، دون تحرك يذكر اتجاه هذا المخيم وهؤلاء الناس العزل. يعني الاحتلال التركي يستغل ما يجري في فلسطين من دمار وتهجير وما الى ذلك، وتعاطف الاعلام العربي والغربي مع فلسطين وذهاب جميع الاعلام وتوجه جميع الاعلام نحو فلسطين، وبالتالي يستغل هذا التوجه ويريد ان يمرر مصالحه داخل الاراضي التي يريد ان يسيطر عليها مثل العراق وسوريا، وبالتالي هو يستخدم نهج السياسه الاسرائيليه ويريد ان يدمر ويقصف ويهجر المدنيين في مخيم مخمور، واحد من اهم المناطق التي يريد ان يسيطر عليها النظام التركي، ويريد ان يقصفها ويمحيها من الوجود. لكن ما زال هنالك وطنيين، هنالك من يدافع عن هذه الارض، هنالك من يدافع عن مخيم مخمور والاستحقاقات التي موجوده في مخيم مخمور وفي الموصل وفي اقليم كردستان من اجل الوجوه او الوقوف بوجه النظام التركي وعدم تدخله في العراق. الغريب بالامر في هذه الفتره هنالك صمت حكومي مطبق داخل العمليه السياسيه من الخروقات التركيه، ولا يوجد هنالك رادع سياسي داخل اروقه البرلمان العراقي من اجل الوقوف بوجه تركيا و وضع حد لانتهاكاتها الصارخه داخل الاراضي العراقيه. نتمنى من البرلمان العراقي وكذلك الحكومه العراقيه ان يكون هنالك تحدي واضح وصريح، وان يكون هنالك قرار واضح وصريح لمنع تركيا من التدخلات او التدخل داخل الاراضي العراقيه ومنعها من التنقل داخل الاراضي العراقيه. هذا ما يريده المواطنين العراقيين، وهذا ما يريده اهالي مخيم مخمور واهالي المحافظات الجنوبيه واهالي المحافظات الشماليه والغربيه والموصل وما الى ذلك، وحتى كردستان يريدون ان تكون هنالك سياده واضحه للعراق، لا يوجد تدخل للنظام التركي عن اخبار النظام التركي يقتل ويهجر المدنيين. فالحكومه تعمل على هذا الشيء لكن بخطوات بسيطه جدا، نتمنى ان تكون هنالك خطوات متسارعه من اجل الوقوف بوجه النظام التركي. طيب معتز، إلى موضوع آخر، إلى الصراع في غزة له ارتدادات في الشارع العراقي سواء شعبيا أو سياسيا رسميا، أبرز التصريحات والمواقف التي خرجت من العراق تجاه الصراع في غزة. نعم، هنالك صراع في غزة، الالاف من الاطفال العزل، كان هنالك تعاطف شعبي واضح تجاه العراق، تجاه الشعب الفلسطيني، تجاه القضيه الفلسطينيه. مواقف سياسيه على مستوى العراق من شماله الى جنوبه وحتى اقليم كردستان، كان هنالك مواقف اطفال العزل والقضيه الفلسطينيه، كان اخرها يوم واحد في تصريح زعيم التيار الصدري وصاحب القاعده الجماهيريه في العراق وحتى مكتب الصدر. الصدر قال للجامعه العربيه والشعوب العربيه وكذلك جمهور التيار الصدري بان يجهزوا نفسه للاعتصام على الحدود الفلسطينيه او الحدود الفلسطينيه عفوا، وبالتالي حتى الاعتصام سلمي ولا رجعه حتى ايصال المساعدات الى فلسطين، ولا يريد ان تتدخل الحكومه العراقيه ولا حكومات الشعوب، فقط الشعوب هي التي تذهب وتعتصم على الحدود الفلسطينيه وتاخذ معها المؤونه من اجل ايصال المساعدات الى فلسطين. هذا اخر تصريح صدر عن العراق، لكن هنالك ارتداءات عكسيه داخل الاراضي العراقيه على اعتبار هنالك فصائل مقاومه كثيره، بالتالي هذه الفصائل بدات باستهداف مصالح التحالف الدولي داخل الاراضي العراقيه. عذرا على المقاطعه، كنت اريد ان اسالك في هذه الجزئيه، قصف صاروخي يستهدف قاعده عسكريه تستضيف قوات امريكيه قرب بغداد واجراءات امنيه مشدده حول القواعد الامريكيه في العراق، الى اين تذهب الامور في العراق؟ بكل تاكيد تعاطف الفصائل مع القضيه الفلسطينيه، الشعب العراقي كله متعاطف
لكن التعاطف بالروح بالإنسانية بأن يريدوا أن يوصلوا المساعدات إلى فلسطين. لكن فصائل المقاومة بدأت بقصف القواعد الأمريكية، بدأت بثلاث طائرات مسيرة داخل قاعدة عين الأسد، تصدت لها المنظومات الموجودة داخل قاعدة عين الأسد. أما التطور الخطير الذي حصل يوم أمس هو يعني يوم أمس فجرا هو قصف مطار بغداد، قصف قاعدة فيكتوريا التي يتواجد بها القوات الأمريكية، وبالتالي هذا تطور خطير على المستوى يعني الشارع العراقي. الشارع العراقي يريد أن تجر العراق إلى صراعات لا ناقة له ولا جمل بها، لا تريد أن يجر العراق إلى صراعات تأخذ ما تأخذ من الشعب العراقي، على اعتبار مر العراق بصراعات كثيرة ولا يريد أن يكون هو جزء من الصراع. نعم، القضية الفلسطينية هي المحترمة، القضية الفلسطينية هي من أولويات الشعب العراقي، ويجب أن تكون هنالك اهتمامات بهذه القضية، لكن ليست بهذه الطريقة، ليست بقصف مقرات للتحالف الدولي أو لأمريكا أو للجيش الأمريكي، وبالتالي ترجع سلبيا على العراق، وبالتالي هنالك خطوات غير مدروسة. يجب أن تكون هنالك خطوات مدروسة من أجل الوقوف مع القضية الفلسطينية، وأن لا سوف تأخذ الأمور منحى ثاني. بالتالي الحكومة العراقية تعمل على أن تكون هنالك استقرار واضح وصريح، ولا يكون هنالك يعني أي تدخل اتجاه التحالف الدولي واتجاه القوات الأجنبية داخل العراق. من بغداد مراسلنا معتز أيوب، شكرا جزيلا على هذه المعلومات والإيضاحات.